ثانية تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار لمالك انتصار أحمد بن خليفة بن زهرة الخيالي. مشكور يا بن زهرة، مشكور على تقديم هذه النوعية الكارثة في صباح هذا اليوم. انتزعت الفوز وانتزعت الانتصار وهدتها للنايفة هذا الفوز وهذا الناموس. التواصل يستمر مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء عشاقي الأصالة والتراث. نستمر في انطلاقات التمهيد الرابع في هذا اليوم لمعركة الإذاع وتحديات الإذاع في صباح هذا اليوم على أرضية هذا المضمار الذي يشهد هذه التنافسات العظمى بين هذه الشعارات الكبيرة. ينطلق منذ قليل شوط جديد من أشواط الخير والبركة وهو شوطنا الثاني الذي يضم نخبة من الجعدان الإذاع. نسير مباشرة إلى مقدمة الشوط، مباشرة إلى المركز الأول وإلى الصدارة الأولى، وهنا برجمان لمطر بن محمد بن علي المنصوري على مقدمة الشوط والبداية الأولى، بينما النقلة إلى ثاني المراكز. وفي ثاني المراكز أرى الانطلاق القادم من مهدي لعبد الله بن الطير بن سهيل العامري، يأتي ويعلن عن تواجد مهدي في ثاني المراكز. بينما ننتقل إلى المركز الثالث وهنا زعفران هلال بن سعيد بن هلال الظاهري يتقدم مع المركز الثالث، بينما ناخذ الوصول مع المركز الرابع. وفي رابع المراكز هنا جمر محمد بن خليفة القويص السويدي معلن تواجده على المركز الرابع، بينما في خامس المراكز. أما في المركز الخامس هنا شريان لعبد الله بن سالم بن عبد الله المسافري، مرحبا بكابتن الطيارة، متواجدا على المركز الخامس في هذه اللحظات. بينما في المركز السادس وفي سادس المراكز نرى الغادم قالت لسهيل بن حمد بن مرزوق العامري مع المركز السادس، بينما في المركز السابع على الوصول من غازي سالم بن سهيل بن صالح العامري، وثامنا يأتي هناك من الجانب الآخر وهذا هو مولع هلال بن سعيد بن هلال الظاهري مع المركز الثامن. بينما في تاسع المراكز يأتي هنا مبعد لخليفة بن محمد بن زهرة الخيالي، بينما في عاشر المراكز نتابع هنا الوصول من ملبي لمسري بن سالم بالعرتي الحميري الخبير متواجدا على المركز العاشر. هذه هي النتيجة، هكذا ندائنا أيها الأخوة الكرام للعشر المراكز الأولى. وفينا لمسامعكم هذه الأسماء وهذه الشعارات، بينما شعارات قوية وأسامي خلف العشر المراكز الأولى لم يحين موعد دخولها وندائها وتقدمها. لكن عودة من جديد إلى مقدمة الشوط، عودة إلى الصدارة الأولى وإلى الرقص الأول والتحدي الأول. ومن غير إلى مقدمة الشوط هذا هو مهدي، مهدي اللي على مقدمة الشوط لا زال مهدي. أو إذا مشاهدين الأعزاء نعم مهدي لا زال على مقدمة الشوط لعبد الله بالطير بن سهيل العامري على مقدمة هذا الاندفاع، يبحث عن الناموس، يبحث عن الفوز والتألق في أول أشواط الجعدان. بينما
في المركز الثاني وفي ثانية في ثاني المراكز. هذا قالت سهيل بن حمد بن مرزوق العامري على المركز الثاني، بينما ناخذ القادم مع المركز الثالث ووصل الآن شعار مسري بن سالم بالعرطية الحميري من يقدم ملبي على مستوى المركز الثالث، بينما كابتن الطيارة متواجد على المركز الرابع عبد الله بن سالم المسافرية يقدم لنا شريان. ياتي شعار ابو علي مع المركز الرابع، بينما في المركز الخامس وخامس المراكز هذا دلهام. دلهام واول ندى لدلهام ياتينا ليحتل المركز الرابع، تعود ملكيته لسالم بن حمد بن شميل الراشدي. وخامسا هناك نراقب اللي قادم في هذه اللحظات وفي هذه الاندفاع الرائعة والجميلة. راغب اللي قادم، راغب اللي واصل، هذا النايف محمد بن حمد بن خريبيش العويسي وصل الآن ليحتل المركز الخامس. هذه النتيجة، هكذا ندائنا أيها الأخوة الكرام. لكن العودة إلى مقدمة الشوط وإلى البداية، عودة إلى مهدي 1200 أيها الأخوة الكرام. إلى وين يذهب الشوط الرئيسي للجعدان عندما شوط البكار ذهب مع بن زهرة إلى هال النايفة؟ وين هذا الشوط؟ وين وين عندك يا بطير هال الهير؟ ينتظرون السلام، ينتظرون الناموس من خلال تقدم مهدي اللي لا زال مهدي الوضع في مقدمة الشوط. في المركز الأول عبد الله بطير بن سهيل العام، لكن ملبي ملبي ينبي للندى. ياتي هنا مسري بن سالم بالعرض الحميري، يلا يا الخبير، يلا يا الخبير، حرك ملبي، حرك ملبي. وهناك ايضا اللي قادم دلهام، دلهام دلهام دلهام، ياتي بشعر سالم بن حمد بن شميل الراشدي. والمعركه بدات، السرعه بدات بين بطير وبين مسري. يا سلام يا سلام يا سلام يا مهدي، ولا زال لا زال لا زال صامدا على مقدمة الشوط بدون أي أوامر بدون أي تعليمات تصدر عليه حتى هذه اللحظة. مسري يحاول مع ملبي مسري بن سالم بالعرض الحميري، لكن مهدي عصاته ضبطانه بدون أي أوامر بدون أي تعليمات. سلام إلى أهل الهير، سلام إلى الهير، سلام سلام وتحية واحترام على هذا الأداء، على هذا الرقص الجميل اللي يقدمه مهدي. مهدي مهدي مهدي، تهانينا لعبد الله بالطير من سهيل العامري على فوزه وانتزاعه لناموس الشوط الرئيسي للجعدان الإذاعة. لحظة وصوله إلى خط النهاية، بينما في المركز الثاني ملبي مسري بن سالم بالعرض الحميري، وفي المركز الثالث وصل مشاهدين الأعزاء اللي هو دلهام سالم بن حمد بن شميل الراشدي. هكذا النتيجة لثلاث المراكز الأولى. عودة للتوقيت الزمني وساعة الوصول.